وجها لوجه. مقاومة الإرهاب تشكل أبرز النقاط التي ارتكز عليها المترشحان للانتخابات الرئاسية البيجي قايد السبسي والمنصف المرزوقي في حملتيهما الانتخابية. تبادل للتهم بين المترشحين حول أسباب تنامي هذه الظاهرة في تونس ونقطة انطلاق الجماعات الإرهابية كانت من بين أبرز التصريحات التي جاءت في وسائل الإعلام التونسية والأجنبية. الإرهاب دخيل على تونس، ما عندناش سوابق إرهابية في تونس، لكن بعد الحكومات اللي مرت، حكومات ترويكا، يعني كانوا تساهلوا مع المتطرفين سواء كان سلفيين أو جهاديين أو جماعة أنصار الشريعة، وبعد سنتين يعني تغلغل الإرهاب في عدة مناطق في تونس الجبلية، وكذلك أيضا ثم عدة خلايا نائمة كما يسمى وكثيرة. الترويكا ما عملت حتى شيء لله. الترويكا أولا ورثت وضع متاع سي الباجي، متاع الحكومة متاع سي الباجي، وهنا نحب يعني نركز على نقطة. وقت اللي يقولوا اللي يعني وصلوا إلى درجات من الكلام مش معقول، يقول لك المرزوقي راعي الإرهاب. نعم سيدي، شكون اللي طلع الإرهابيين في 2011؟ أنا اللي طلعتهم أبو عياض، أنا اللي طلعتهم من السجن، كل القيادات متاع الإرهابيين أنا اللي طلعتهم، طلعوا في العفو التشريعي العام تحت سي الباجي قايد سبتي. نعم سيدي، ثم تراخي في التعامل مع الظاهرة هذه، والظاهرة هذه الناس في تونس ثم برشا عندهم تجربة فيها، لأنهم اللي خالطوا الجزائر وخالطوا كذا. هذه بدأت بشوية بشوية، متعرف ثم تروفاز، ثم أولا ساعة تدريب البدني، وهذاك اللي راجل قال يعمل في سبور في الجبل، وثم من بعد يعني الجهازية القتالية، وثم من بعد يدخلوا في التصفيات البدنية ويدخلوا في كذا. أنه جيشنا كان مهمل من طرف الدكتاتورية، وأنه لم يكن يتوفر على الحد الأدنى من أيضا اكتشفنا أنه أمن يعني ناس لا تملك حتى الصدرية الواقية من الرصاص. فكان عملنا طيلة هذه السنتين مثل السنوات هو إعادة تسليح الجيش وإعادة يعني وضع كل الإمكانيات، بحيث نحن في حالة إعادة هيكلة الجيش وهيكلة الأمن لكي يواجه هذه العمليات الإرهابية اللي احنا لسنا مسؤولين عنها. مسؤولا عنها 50 سنة من التفقير والتهميش والتجهيل وأيضا الوضع الخارجي. هذا يستدعي وأن الشعب الكل يكون حاضر ويتضامن ويمشي في الاتجاه. اثنين، يستدعي هو كون نلقاو استراتيجية على مستوى الإقليم كله اللي نحن فيه، ونلقاو تعاون مع الدول الخارجية، لأن الإرهاب هذا إرهاب دولي وما يمكنش يخليه تونس وحدها معناها تقاوم فيه، وهذا إن شاء الله نهتديه له يعني بسهولة. ليس لأي طرف الحق في أن يقول هكذا يجب أن تعيشون، وأنا أعرف الحقيقة، وأنا عندي اتصال مباشر مع الله، وأنا أتكلم باسمه، هذا هبل وهذا حماقة وهذا جنون، وسأقاومه بكل ما عندي من قوة في إطار الشرعية. رغم اختلاف وجهات النظر في ظهور الخلايا الإرهابية وطرق معالجتها في بداياتها بين المترشحين، إلا أن الاتفاق كان واضحاً على أن فترة ما بعد الانتخابات يجب أن يتم خلالها فرض الأمن داخل البلاد والقضاء على الإرهاب نهائياً. وجهاً لوجهاً.